قام حاكم إقليم كانم عبادي ساير بحضور رئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين وعدد من رجال الأعمال بتنصيب أعضاء الغرفة التجارية لإقليم كانم. رما جبرين أنجيني. عقب مدينة ماسكوري وصل رئيس الغرفة التجارية والصناعة والزراعة والمناجم أمير الدودو أرتين برفقة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، وصلوا جميعهم إلى مدينة ماو حاضرة إقليم كانم، وكان في استقبالهم جماهير كبيرة من المواطنين والتجار البارزين في المنطقة. كل هذه التعبية جاءت استعدادا لعملية حفل تنصيب رئيس المكتب الفرعي للغرفة التجارية والصناعة لإقليم كانم. وبما أن هذه المناسبة تعد مناسبة تاريخية تحدث لأول مرة منذ تأسيس هذه الغرفة التجارية، وعليه نصب رسميا حاكم إقليم كانم أبادي ساير رئيس الغرفة التجارية لإقليم كانم أبكر إدريس أدم. هذه البادرة جعلت الرئيس الجديد بالقيام بتوجيه رسالة مهمة إلى الفاعلين الاقتصاديين، والتي دعا فيها الجميع إلى الاتحاد والترابط من أجل تقدم وتطوير القطاع الخاص في المنطقة. من ناحيته رئيس الغرفة التجارية قال إن هذا المنصب يعد كمرحلة تمهيدية لفتح غرف تجارية مستقلة في كافة المناطق، لذا يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود للوصول إلى الأهداف المرجوة. أولا نشكر رجال أمان حنا كانم، لاقوتونا وقبلتونا بالحرارة ونشكركم، ويمكن ده أول مرة جيناكم ونجوكوا لبرنامج أزيد من ده. علينا جايين ده جينا ندور نشجعوكم الشجاع على الرجال إيمان، وزي تعرفوا بلدنا هي قاعدة في حالة خطيرة، ولا حالة دي هو أي شيء على النيات، ولا تاجر ده هو ماشي على مصلحته وعلى مصلحة البلد. حاكم إقليم كانم أبادي ساير بدوره أكد على أعضاء المكتب الجديد بأن السلطة المحلية تقف دائما بجانبهم لتسهيل كافة الإجراءات التي تسهم في ترقية قطاع الاقتصاد الخاص في كافة الأراضي الوطنية.